عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. اليوم نور اللقاء بالشيخ عبد الرحمن العوسي، اللي تعودوا الناس على قراءته وعلى سماع صوته، يشنف آذاننا إن شاء الله الليلة بصوته بالقرآن الكريم. وحنا شهر القرآن ورمضان خير ورمضان بركة، وبإذن الله تزداد البركة بهذا اللقاء. حياك، ونحن متشرفين فيك يا شيخ عبد الرحمن. الله يجزاك خير شيخنا، أنت شيخنا الأول، الله يجزاك خير، تعلمنا منك الكثير، أسأل الله أن يطيل عمرك في طاعته، اللهم آمين. ما آمين. قصرت شيخ، الله خير. تشرف باللقاء معكم شيخ، الله يرضى عليك، هذا أول لقاء يعني يكون ثلاثي لي في الانستغرام، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والشكر الله موصول لأخونا الغالي شيخ مشاري، الله يطول عمره. الله يسلمك، الله ينفع فيك يا رب. وترى تذكر آخر مرة التقينا؟ والله يا شيخ الذاكرة شوي ما عبر أذكر، عن طريق الإمام. ما قبل شاء الله 12 سنة. صدقت شيخ، لا تكبرنا شيخ، لا الظهر العام الماضي. الله زرتنا وصليت بالناس، وكانت الصلاة جميلة وامتلأ المسجد ما شاء الله تبارك الله. الله يعيد هذه الله الأيام على يفتح. خير. آمين آمين يا شيخنا، وهذا الشكر بعد موصول شيخ لأهل الكويت جميعا، أسأل الله أن يحفظكم يا رب العالمين. الله يجزاك، بارك الله اللهم فيك، آمين، بارك اللهم الله فيك شيخ. شيخ عبد الرحمن، كانت تقدر في مجال تقدم شوي التليفون عشان الصوت أوضح؟ أبشر شيخ إن شاء الله أقدم أنا الشيخ أفضل. أو أنت تقدر. أيوة عشان يكون صوت أوضح. اليوم أبو علي شيخ نبي احنا نخليها يعني اللقاء ما بينك وبين الشيخ عبد الرحمن، تذكر أنت ممكن قصة موقف آية وشرحها، والشيخ عبد الرحمن يختار ما يتناسبها من آيات ويتلوها ويشنف ايضا اسمع عليك يدردش يعني. معي الشيخ عبد الرحمن، ايضا يسولف معي، يدردش معي في أكيد الموضوع، ثم يختم كل فقرة بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى اذا يعني يأذن الشيخ، لان والله خير الكلام إذا كلام حصل الله الماء شيخ سبحانه بطل وتعالى. التيمم، أنت إذا أنت موجود شيخ أنا لا أتكلم في وجودك، لا أطرى بعد عروس، الله يرضى عليك يا شيخ. بارك الله فيك، لكن في القرآن انت الماء وحنا التيمم. بارك الله فيك، استغفر الله، الله يرضى عليك، انت استاذ في القرآن ونحن استغفر الله، نتعلم من ورائك. الله الله يحفظك يا يتقبل شيخ، منا الله ومن شيخ، يحفظك، تعلم تواضع، بارك الله الله فيك، يرضى عليك. الله يعزك طيب شيخ. وانت من بما الناس أن القرآن اللي قبل ما نبدا ابو عبد الملك، ترى شيخ عبد الرحمن هو امام وحافظ ويصلي بالناس وشيخ قران، لكنه جدا ودود، يعني الكل يتعاشر مع الشيخ عبد الرحمن. في ناس يعني في شخصيات تلقاها شويه ثقيله، صعب تتالف وياها. شيخ عبد الرحمن لو انا، وانا جربته يعني، بهذا الأطفال الصغار يجون عنده، أي واحد لو إنسان يعني حتى يمكن ما يعرف المسجد ولا يدله، يجلس مع الشيخ يحبه بسرعة، الشيخ الله بسرعة يرضى يتآلف مع عليك، الناس وبسرعة الناس يتآلفون معه، والمؤمن ألف مألوف. أسأل الله أن نكون الله جميعا منهم. اللهم بارك اللهم آمين، بارك الله الله فيك. ينفع فيك، تفضل الله مشاري، يحفظك. دير الحوار، دير الحوار يا أبو عبد طيب الملك. أبو علي، بما أن يعني رمضان شهر توبة، والناس نعم يعني مرات تتردد ما بين يقول لك أنا عندي ذنوب كثيرة، هل الله يقبل توبتي؟ خلي يكون هذا مدخلنا في البداية، خلنا يعني نعطي الناس المجال، باب التوبة وباب سعة رحمة الله عز وجل. نعم نعم جميل جميل الكلام. أنا حتى اليوم كان عندي لقاء في التلفاز عن موضوع التغيير في رمضان، فرصة للإنسان إذا الكون كله قاعد يحتفل معك. السماء، شوف السماء كيف تتزين في رمضان، الجنة تفتح، يا الله ما أجمل الأجواء الرمضانية. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، شياطين تربط تصفد علشانك انت، بس علشانك، علشانك تتغير، عشانك تتوب الى الله، ترجع الى الله. ومع هذا في ناس يائسين، انا الله يغفر لي، انا اللي سويته كله، انا ما اصلي شلون اصوم، انا انسان من غمس في الخمور في الادمان مع النساء، انا الله يغفر لي. شوف هذه الابواب، هذه 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 شباك الشيطان، حبال الشيطان اللي قاعد يضعها على قلوب كثير من الناس علشان ما يقبل على الرحمن الرحيم، اللي يقول لك لو شنو سويت لا تقنط من رحمة الله، لو شنو سويت، لو قتلت والعياذ بالله وتبت إلى الله، لو زنيت وتبت إلى الله، لو شربت الخمر وتبت إلى الله، لو فعلت ما فعلت الله يقول لك أقبل إليه، ترى بابه التوبة مفتوح. لكن شرط بعدها ذكر شروط،
يعني بعد ما فتح باب التوبة قال لك شنو تسوي، شو المطلوب منك. شيخ عبد الرحمن كأنه في آيات أظنها في القرآن تحكي هذا هذا الشعور وهذا النداء من الله سبحانه وتعالى في 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 باب التوبة، فلو تقرأ علينا شيخ شيء يعني في هذا الباب. أبشر إن شاء الله. اللهم صل على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا شيخنا يعني هذه في سورة الزمر الآيات كثير يعرفها، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعني يتدبر القرآن ويخشع فيه يا رب العالمين ويتبع ما فيه. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله 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 الله. وانت تقرا الايات شيخ عبد الرحمن تذكرت قصه مره جاني واحد شفته يصلي في المسجد وما شاء الله عليه اثار الخشوع. يعني انا قلت ما شاء الله على هذا الانسان، الظاهر يعني من فتره ملتزم وشكله كانه ملتزم من فتره طويله. جاني قال لي قصته وهو يبكي، والله الحين اذكر القصه. حتى قلت له بعد ما يمشون الناس، كنا بعد صلاة الجمعة، قلت خلي يمشون الناس نقعد في المحراب، كان مسجد صغير كنت خاطب فيه، فقعد وياه في المحراب وحتى نزل قطرته وقعد تدمع عينه يبكي ويتكلم. يقول شيخ حنا ثلاث أصحاب من زمان ربع، يقول لا نصلي ولا نعرف دين وكل جلساتنا خمر، لازم قعداتنا فيها خمر.
يقول ذاك الليلة كنا ثلاثتنا نشرب الخمر وفصلنا، يعني خلاص وصلنا لمرحلة السكر، السكر اللي يقول المكان احترق فينا اللي احنا جالسين فيه. يقول هربنا، يقول على بالنا كلنا طلعنا. يقول أنا وصاحبي أقول حق صاحبي وين فلان؟ قال ما أدري، يمكن طلع، يمكن سبقنا، يمكن. يقول صاحبنا تعثر واحترق ومات. يقول ما مات مباشرة، مات في المستشفى، يعني تعذب في الحريق إلى أن مات. الغريب مو هذا، الأثنين هداهم الله، الأثنين تابوا وصلوا. فتخيل شيخ عبد الرحمن، تخيل أن هذا يأتي يوم القيامة يسأل عن أصحابه وينهم، يقول أصحابك في الجنة. شلون؟ موتتك كانت سببا لهدايتهم، ما صلوا إلا بعد أن مت على غير صلاة وغير دين وعلى خمر وعلى السكر الله يرحمه في النهاية هو مسلم، الله يغفر له ويرحمه، ندعو له بالرحمة والمغفرة لكن ترى صعبة جدا أنك في صحبة سيئة وتموت وأصحابك يهتدون بسبب موتك. طبعا أنت وين راح تكون وهم أين سيكونون؟ وأنت تقرأ الآية أن تقول لنفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. زاك الله خير، والله القراءة ترى ترجعنا أحيانا لهذه الأجواء الإيمانية شيخ عبد الرحمن. وأنا ما أبي ترى الشيخ بس يقرأ، الشيخ أبي يسولف. وعبد الملك ترى حتى الشيخ يعني ما شاء الله عليه عنده تجارب وعنده حياته مليئة بالنماذج ودي ترى الشيخ عبد الرحمن، يعني خذ راحتك شيخ عبد الرحمن، أنت انقل الحوار أبو علي، وانت ابد اذا في موقف عندك شيخ عبد الرحمن في صلاتك، في احد مثلا تاثر في ايه ولا من المتابعين في بينك وبين موقف. صحيح اليوم احنا عايشين مع القران، تفضل. نبي كل اجواء قران. الله يكون شيخ، الله يجزاكم خير. والله يا شيخ يعني الشيخ نبيل الله يبارك فيه، يعني شيخ حياتنا بالنسبه للشيخ نبيل ولا شيء يا شيخ، وكم استفدنا من الشيخ وكم أشخاص تأثروا جزاهم الله خير. وعندي أنا شيخ يعني أصحابي كلهم محبين للشيخ، الله يكتب أجره يا رب الله العالمين، كلنا من أشرطة الشيخ من كلامه ومواعظه. فشيخ يعني إذا تكلم الشيخ جزاه الله خير يعني يكفي بذلك. والشيخ يعني أنا يعني هو الشيخ يتكلم، أنا أتذكر آيات من القرآن سبحان الله شيخ، لعلها إن شاء الله تكون مناسبة لهذه يعني القصص اللي يقولها الشيخ. يعني فكثير شيخ ما أسوأ أن تكون عظة لغيرك، يعني والله شيخ هذا شيء سيء مع الأسف شيخنا. تعرف يعني إحنا شيخ في زمن فتن وزمن مصائب وزمن يعني شوف لا يخفى على الكثير شيخ، الآن يعني نحن في فقه الواقع زمن الكورونا شيخ. بالأمس كم ودعنا شيخ من عزيز ومن حبيب ومن صاحب شيخ، والله كانوا في عز الشباب وكانوا في قوة وفي صحة، في يوم وليلة سبحان الله شيخ أتاه الكورونا، قدر الله أنه يذهب من هذه الحياة يا شيخ. فما أجمل شيخنا يعني المواقف الشيخ أكيد لا يخفى على الكثير في الإنترنت ما شاء الله شيخ، الآن صار الزمن يعني قرية صغيرة مع الإنترنت. فشيخنا يعني كم من شخص الآن الداعية الإندونيسي اللي كان يدعو الناس آخر كلامه لا إله إلا الله شيخ، ما أجمل. أسأل الله أن يجعل الأمة كلها تشهد لنا في ختام حياتنا شيخ أن نقول لا إله إلا الله على الملأ، ما أعظم هذه الميتة شيخ. فأن يكون الله. الإنسان في لو كنت يعني عظة للغير وعبرة لهم، نسأل الله العافية شيخ. إن شاء الله رحمة الله واسعة شيخ، لكن لا تريد أن تدخل الاختبار وأنت في قلق بس. صحيح صحيح شيخ. شيخ الله يذكر في القرآن قصة اثنين كانوا في الدنيا ربع وأصحاب وكانوا يعني يعيشون مع بعض، واحد الله هدى لطريق الاستقامة والصلاة والدين والعبادة، والثاني كان يحاول يحبطه ويثبطه، يقول لا يعني إنك لمن المصدقين، أنت من صدقك ماشي مسجد وصلاة وقرآن وعمرة. نعم شيخ، سورة الصفات. نعم سورة الصفات بالضبط. هذه الآيات أنت الآن وأنت تتكلم ذكرتني فيها، وشوف مصيرهم يوم القيامة، هذا في الجنة وهذا والعياذ بالله دش جهنم. والغريب الغريب الله يحكي حوار بين هذا وهذا. شوف يا جماعة ترى حوار بين ربع كانوا في الدنيا ربع لكن افترقوا، هذا اختار طريق الخير وهذا ظل على طريق الشر، واللي على طريق الشر كان يحاول يسحب صاحبه معاه ويدخله جهنم، كان يحاول يحاول يحاول، لكن الله ثبت هذا الإنسان الصالح
وترك هذا الطريق وظل على الاستقامة. هذيل يجون يوم القيامة، هذا يدخل الجنة هذا يدخل النار، ويصير حوار بين اللي في الجنة واللي في النار. الجنة اللي ينفتح له مثل الشباك، يشوف صاحبه في سوائل الجحيم في قعر جهنم، وشوف الحوار اللي يصير بينهم. ايش رايك شيخ تقرأ هذا الحوار على الناس؟ ابشر شيخ ابشر. تفضل شيخ عبد الرحمن، خلينا نسمع الحوار هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. الله الله يجعلنا من أهل الجنة. الله لمثل هذا فليعمل العاملون. والله وقفت عند هذه الآية أبو عبد الملك، والله قاعد أشعر وأتذكر لما كنا حتى وإحنا صغار في الخطب نتكلم وفي الدروس، هذه الآية كانت ترى جدا مؤثرة فينا، لمثل هذا، علشان هذا الموقف، علشان لا تكون مع صاحبك اللي يدخل جهنم، علشان ما تستجيب لهؤلاء الفجرة الفسقة اللي قاعدين ينادونك تعال ويانا، تعال نسافر ونروح نستانس نشرب بنات كل شيء نسوي، امش معانا، تعال عندنا الشقة الفلانية، تعال عندنا المكان الفلاني يطلع فيه نتجمع ونفعل كل المحرمات، علشان ما تطيح وياهم. لمثل هذا انك تكون في الجنة وهم يروحون وما يروحون، كيفهم كيفهم، عشان لا تندم يوم القيامة، لمثل هذا فليعمل العاملون. احسنت يا شيخ عبد الرحمن، قرأت آيات سبحان الله تحكي واقع اليوم، والله ايش كثر يبون يلتزمون وربعهم يجرونهم ورا، ايش كثر يبون يصلون اصحابهم ما يخلونهم، ايش كثر يبون يتوبون عن الخمر وعن الزنا وعن الفواحش، والله اصحاب السوء ما يتركونهم. اذا تبي هذه النتيجه انك تكون في الجنه وهم يذهبون وين ما يبون يذهبون، فليعمل العاملون. الله يتوب علينا يا رب ويثبتنا. هنا ابو علي، ابو علي اذا ممكن يوجهني الى سؤال، ان البعض يعني يوصل الى مرحله يقول يا اخي هل ممكن الله يبدل حالنا، سواء يكون عنده احباط من الواقع او من نفسه او من يعني ممكن قصوره في قدره الله، في الجانب هذا شنو ممكن تقول نعطي شويه امل وتفاؤل في تغيير انا بطلع الحال شويه بعد وبعد ذلك من الجانب الفردي الى جانب الامه يعني مرات الواحد يصير فيه احباط. بالضبط، شفت امس احنا في قضيه فلسطين والناس مساكين يا اخي خلاص لمتى، شوف هذا روح الاحباط الله عز وجل يعالج اكثر من مره في القران، اللي يشوف المسلمين يقول مليارين وما عندنا اي، لا لا خل عندك تفاؤل، هذه ايام والايام ودول، اليوم احنا في هذا الذل باكر احنا ان شاء الله في العز، وهذه الحياه سنتها كذي. حتى النبي عليه الصلاه والسلام شوف في بدر شنو صار، شوف شنو في احد شنو صار بعدها بسنه على طول، لكن بعدها بسنتين شوف الخندق شنو صار،
طبيعة الحياة، يوم لك ويوم عليك، الأيام دول. لما يصير الواحد في إحباط من حال الأمة الإسلامية، في آيات شيخ عبد الرحمن لو أيضا تسعفني فيها، في سورة البقرة قصة النبي، يروى أن في التفسير أن هذا نبي من الأنبياء، عزير، أنه كان في ذهب إلى القدس أو إلى فلسطين بعد أن دمرت وخربت وتدمرت البلاد كلها، فذهب عند تين، شايل تين معه وخبز يابس وراكب حمار، فراح مثل كهف في جبل هناك وجلس فيه ونظر للبلاد المخربة المدمرة، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، هذه وين يعني؟ يعني هو يبقى نبي في النهاية، يعني أكيد ما قالها يأسا، لكن كأن الأمر يحتاج إلى وقت، والوقت مرات يتعبك لما تشوف الطريق طويل. في ناس لو تقولها دراسة طويلة من البداية ما يبيدش، فكيف لما واحد يبني أمة كاملة؟ فكأن استثقل الموضوع أن يحيي هذه الله بعد موتها. في القصة، القصة الجميلة، أن الحمار كان واقف، ربط الحمار وجلس داخل، وعصر التين سواه مثل العصير مع الماء، خلطه سواه عصير، ووضع الخبز في الخبز يابس، كان حطه في العصير التين هذا علشان يلين شوية، قال شوية يلين بعدين أكله لأنه يابس الخبز ما ينوكل، وعصير تين، وحط رأسه ونام. هو نام يبي ينام غفوة، لكن ما درى أنه استيقظ بعد 100 سنة. يا تعالى، وكان في شيئين متناقضين بعد 100 سنة. الشيء الأول أن الطعام ما تغير، العصير على حالة 100 سنة، الخبز على حالة نفس الخبزة والعصير. يعني أنا لو أقوم أشوف هذا أكيد أنا توني نايم. لكن الشيء اللي يشكك أن الحمار صار رماد، جمجمة الهيكل العظمي صار فتات على الأرض، ماكو شيء، ما الحمار انتهى، غريب، شيء غريب. طيب والطعام لا زال على حالة، عشان النقيضين، الله يبين لك النقيضين، هذا حفظته وهذا ظل 100 سنة. قال الله سأله كم لبثت، كم نمت، قال لبثت يوم، يوم كامل، يعني من الصبح لنهاية اليوم للعصر، لا 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 شوية ما نمت، حتى يوم كامل ما نمت، أقل من يوم نايم، كلها كم ساعة نايم. فرد الله عز وجل عليه قال بل لبثت 100 عام. شنو 100 عام؟ 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك ما تغير، لم يتسنى، غريب، 100 سنة ما يتغير، قدرة الله. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نجمعها، قام الفتات يتجمع يتجمع يتجمع، رماد رميم العظام بدأ يتجمع يتجمع لين صار العظام، لين تكون هيكل عظمي كامل من الحمار. كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، بدأت الشرايين، بدأت العظام، بدأت الأعضاء، لحظة وهو أمام عينه، ثواني، تجمع الحمار، رجع كما كان مرة أخرى. أول ما تكون الحمار نفخ الله فيه الروح مرة أخرى، فقام الحمار ينهق نهقة عظيمة، ظن أن الساعة قد قامت. شيء مخيف، المنظر مخيف. ثم نكسوها لحما، فلما تبين له توقف، كأن الله يريد أن يقول له، أنت تقول الأرض أن يحيي الله هذه بعد موتها، ترى الله أحيا الحمار أمامك بعد موته، والطعام لحين على حاله. شفت قدرة الرب، طلع نبي الله وشاف الأرض كلها رجعت وعمرت، عشان الله يبي يوريه، شفت اللي قلت أن يحيي أحياها الله مرة أخرى. في تكملة القصة، أنا آسف أن أخذ وقتك شيخ عبد الرحمن، بالعكس شيخ، الوقت لك كله شيخ، الله يحفظكم شيخ. فراح صوب بيته، يعرف يدل المكان، لكن المباني تعمرت والبلد تغيرت، راح شاف واحدة عجوز جالسة عند باب بيته، البيت تغير حتى، فسألها أين بيت فلان، قالت أي من فلان، قال عزير، قالت النبي الذي فقد قبل 100 عام، قال نعم، قالت هذا هو،
قالوا من أنت؟ قالت أنا فلانة عمرها 120 سنة، كان عمرها 20 سنة قبل 100 سنة، عمرها الحين 120 وعمية ما تشوف. فقال لها أنا عزير. قالت تكذب. قال والله أنا عزير، بعثني الله مرة أخرى. قالت إن كنت عزيرا فارجع لي بصري. وكان يقرأ على الناس، نبي الله جعل له معجزات، قرأ عليها وعاد الله لها بصرها، فلما رأته عرفته. قالت والله أنت عزير. وجاءت به إلى الناس، أيها الناس عاد الله النبي المفقود. الناس كلها تتناقل الخبر أن اختفى قبل 100 سنة، فالناس كلهم تجمعوا إليه. لما تجمعوا قالوا أعطينا آية أنك أنت عزير، لأن أكثر مو شايفينه. أعطينا آية أنك أنت العزير. قال أين التوراة؟ قالوا لا نعرف مكانها. قال احفروا في المكان الفلاني، وكان دافن التوراة في مكان، فلما حفرت وجدوا الأرض أكلت أكثرها ولكن موجودة بقايا منها، فأخرجوها وعرفوا أنه هو. وبعدها غلوا فيه وقالت اليهود عزير ابن الله. يعني بدال ما يعبدون الله بعد هذه الآية كفروا بالله أكثر واتخذوه ابنا له. وكذلك حتى إبراهيم عليه السلام بعدها بآية. شيخ هذه الآية العظيمة في سورة البقرة نبي نسمعها منك شيخ إذا تأذن لنا. أبشر شيخ الله يجزاك خير. شيخ سبحان الله ما لا يخفى على شريف علمك، يعني شيخنا سبحان الله كثير من الناس ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل، ولا يعني في سقم في أفهامنا أن احنا ما نعرف أن الله عز وجل قادر على إحياء الأرض وإحياء كل شيء، أنه قادر يحيي قلبك في ثواني شيخ. يعني كم من شخص شيخ كثير يعرفون أنه مثلا يشار له بالفسق أو كذا، لكن سبحان الله في محطة إيمانية أن الله إذا حب عبد أسأل شيخ قد سبحان الله يأتي توبة يصل إلى الفردوس الأعلى. فلا لا يعني شيخنا مع الأسف يستصغر الإنسان شيء أو كذا، لا بالعكس أقدم يعني إلى الله عز وجل، توجه إليه واعلم أن الله عز وجل سيحيي قلبك إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نعشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله يفتح عليك. الله يفتح. سبحانه سبحانه الله الله الله، جزاك الله خير أبو علي. عشان ما يدركنا الوقت، في آية يعني دائما لما أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنها أعيد التفكير فيها.
النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. الله الله الله. الآيات هذه اللي نزلت أبيك تعطي تمهيد لها، ونبي نسمعها من الشيخ عبد الرحمن. طبعا أنا ما يعني تجاوز الشيخ عبد الرحمن، أكيد هو أعلم مني بالقرآن وأعلم مني بهذه الآيات. هذا ما استغفر الله شيخ. توا والله يا شيخ أنت تقرأ قصة أيضا إبراهيم في الطير اللي الله أمر 4 طيور ويجزئ الطيور ويخلطها كنت ما ودي أنك تسكت، لأن بعدها آيات جميلة في النفقة والإنفاق في سبيل الله، والقرآن عظيم سبحان الله شيخ. شيخ والقرآن مترابط كذلك شيخ، مترابط سبحان الله شيخ. قال آسف يعني شيخ على المداخلة هذه. لا 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 بالعكس بالعكس شيخ. سبحان الله، بعد أن نبي الله إبراهيم مع النمرود في القصة، ثم نبي الله عزير كما قلت شيخ في الإحياء، فأتى نبي الله إبراهيم كذلك في الإحياء. الله يعني أثبت لهم جميعا أمامهم الإحياء والإماتة بقدر الله. فيأتي سبحان الله مثال للناس عموما شيخ، أن كل إنسان كذلك يرى صدقته أمامه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنبلات، كذلك الله عز وجل أعطى للناس جميعا مثال، كل يستطيع أن يرى السنبلة كيف تنبت وكيف كذا وكيف كذا. سبحان الله شيخ، ففيه ترابط شيخ يعني عجيب في القرآن الكريم يعني شيخ. صحيح صحيح، وفي كتب ألفت في ترابط الآيات والسور، كل آية بعدها الآية. بعض الناس يقول إيش علاقة هذه القصة تأتي بعد هذه الآيات؟ لا صحيح. كلها حكم أصل، حتى ترتيب السور، ترتيب السور أيضا ليش هذه السورة بعد هذه السورة. اللي يقرأ ترابط الآيات والسور يتلذذ أكثر وأكثر. علم عظيم شيخ. علم عظيم إيه هذا الشيخ. يعني في بعض الآيات في أفهامنا تقول كيف تجي هذه على هذه، كيف تأتي شيخ يعني سبحان الله، تأتي آيات حافظوا على الصلوات قبلها طلاق وبعدها طلاق، فيقول لك سبحان الله من أساس الحفاظ على البيوت المحافظة على الصلاة. على الصلاة. يعني إيه والله. عجيب شيخ الآيات، عجيب القرآن. أنا بعض الأسر أذكر كانت تجيني يعني تشتكي من مشاكل حاصلة، أسأل تصلي؟ لا ما أصلي. أنت تصلي ما تصلي؟ أقول لها روح أصلي 40 يوم بعدين تعالوا لي وإن شاء الله نحل مشكلتكم. يكون مشكلة صار لها أزلية يعني قديمة، أقول لهم الآن ما نتكلم بس صلوا 40 يوم وتعالوا وإن شاء الله راح نحل المشكلة وأقول لكم من الغلطان. تصدق شيخ يروحون يصلون ما يرجعون خلاص، والحمد لله تنحل مشاكلهم. يعني لفتة جميلة هذه شيخ. النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في مثل هذه الليالي كان كثير القيام، لكن هو في الأصل طوال السنة يقوم، طوال السنة القيام عنده أصل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فهو اصلا لما انزلت عليه قم الليل الا قليلا قال لخديجه: يا خديجه مضى عهد النوم، ذاك اول اللي كنا ننام بس، اليوم لا. كان يحب الفراش في دفئه في الشتاء وفي ويحب النوم عند زوجاته، ومع هذا يترك كل هذا. قال لكن ربي احب الي، وكان يقوم ويصلي صلاه طويله في الليل. ليله من الليالي بلال طبعا كان هو الذي يؤذنه بالصلاة، يا رسول الله صلاة الفجر كان هو الذي يؤذن وينادي النبي عليه الصلاة والسلام. في ليلة من الليالي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويبكي، تفطرت قدماه من طول القيام وكان يبكي. حتى بلال رأف لحال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني المغفور له، ومع هذا يعني هو ضامن مكانه في الجنة عليه الصلاة والسلام، لا يفتر من القيام حتى تتشقق قدماه ويبكي في الليل. قال يعني من بكاء النبي قال: يا رسول الله يعني تفعل هذا وقد غفر الله؟ قال: يا بلال قد أنزلت علي الليلة آيات. يا الله، ليلة عظيمة، ليلة جليلة. النبي لما أنزلت عليه الآيات ظل يبكي ويقوم الليل أكثره حتى الفجر. شنو الآيات اللي نزلت؟ بعد شوي راح يقرأها الشيخ آيات من عظمتها لا تنفك، وأنت تسمع ما تستطيع أن تفكر بشيء آخر. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ترى انتبه، الشيخ راح يقرأ الآيات، لكن هذه الآيات إذا ما أثرت في قلبك، ما تفكرت فيها، الله يعينك. ترى أنت قلبك يخشى عليه،
شوف الآيات اللي الله عز وجل يعني أنزلها من السماء والأرض وخلقها إلى الإنسان نفسه، وذكره لله وصلاته قائما، صلاته قاعدا، صلاته وهو مريض مستلقيا، يوم من الأيام قد لا تستطيع الصلاة وأنت واقف، يكبر بك العمر تقعد وتصلي، بل يوم من الأيام وأنت على فراش المرض قبل الموت راح تصلي. هذه ترى الآية نزلت فيها أولئك الذين يوصلون بهذه المراحل، وشوف دعائهم لله الذي لا يخلف الميعاد، آيات عظيمة جدا جدا. أنا ما أبي يعني أقرأها، لأن أنا أعرف أن الشيخ الآن لما يقرأها بإذن الله بس نكون منصتين، لأن النبي قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. آيات عظيمة لازم نتفكر فيها، ولازم تخيل النبي وهو أنزلت عليه وشون قاعد يبكي بالليل وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. إذا عندك تعليق شيخ عن الآيات أو تبي تقرأ أنت حر، تبقى هذه الآيات آيات تفكر. نقرأ شيخ إن شاء الله أولا، أن الشيخ لا يوجد كلام أعظم من هذه الآيات الشيخ، ولا في المقدمة اللي قلتها الشيخ. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك شيخ، يفتح الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
ثواب. صدق الله العظيم. الله يرزقك. ما شاء أحسنت الله، الله يفتح عليك. الله يفتح. ما شاء الله تبارك. أحسنت لي. أحسنت. الله يجزاك خير. وعبد الملك، لو نخلي القرآن هو الخاتمة خلاص، أنا ما ودي بعد القرآن هذا، ما أدري أنت تبي بعد عندك فقرة ولا نختم؟ طيب. لازم بالقرآن. لا والله يعني أنا ودي نختم. أنا دائما أنت أبو علي كلنا قاعد يقرأ قرآن في رمضان، لكن مرات تمر علينا آية ما نقدر نتجاوزها، نرجع نكررها مرة ثانية تستوقفك. طبعا أنت والشيخ عبد الرحمن، يعني شنو الآية اللي خلال الختمة اللي طافت اللي في رمضان حسيت أنك ودك توقف معاها، أو حتى وأنت تقرأ في بأسلوب الحدر رجعت تريتها مرة ثانية؟ في مرات بعض الآيات اللي تحس أنك أنت يعني حتى لو تقرأ بسرعة ترجع تقرأها مرة ثانية، تحس أن لها أثر في نفسك. شيخ هذا طلب الشيخ خمشاري، وأنا شيخنا بعد يعني الله يرضى عليك شيخ، تعقيبا على هذا الكلام شيخ، مع الأسف كثير من الشيخ لا يخفى على شريف علمك شيخ لا يفهم معاني القرآن، فلذلك لا يتلذذ فيه مع الأسف شيخ. فأنا شيخ ودي يعني بهذه النقطة تتكلم فيها الله يرضى عليك. ونقطة شيخ أخيرة شيخ، مع الآيات اللي قرأناها قبل هذه اللي آية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، شيخ مع الأسف الله يرضى عليك شيخنا، أريدك شيخ بين قوسين حسن الخلق شيخ. يعني الحمد لله تكلمنا عن التوبة، تكلمنا عن الصلاة، وتكلمنا عن كثير من الأمور شيخنا كذلك، والتفكر في آيات القرآن كذلك. بس شيخنا حسن الخلق، ترى شيخنا في مع حسن الخلق يصل الواحد إلى درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر شيخ، يصل في ذلك. فشيخنا مع الأسف تجد كثير من الناس ممكن يصلي ويزكي ويصوم، وشيخنا مع الأسف كأنه يعمل أعماله لأجل غيره. هذه شيخ أرجوك يعني بعد شيخنا تعقب عليها، الله يرضى عليك شيخ. يعني أنا بس أحسنت شيخ، شيخ مشاري وطلبي يعني أنا شيخ، الله يرضى. لا 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 بالعكس، أنا راح أجمع الطلبين، لأن اليوم أنا كان حديثي في نفس المحور، إن إحنا للأسف نقرأ القرآن ختمة وختمتين، وحتى صار تنافس الناس، ها كم مرة ختمت؟ ختمت مرة، هذا ختمت مرتين. طيب السؤال، القرآن اللي قرأناه بين دفتين هل غير فينا شيء؟ غير أخلاقنا مع الناس، تعاملنا مع الناس؟ الغريب شيخ عبد الرحمن وابو عبد الملك ان الناس نفسهم اللي تشوفه في الصف الاول، او اللي رافع ايده امين وقاعد يبكي، او اللي خاتم ختمتين وثلاث، هذا نفسه تلقى ماخذ حقوق الناس وظالم الناس اللي قاعدين يشتغلون عنده، ولا اهله ولا جيرانه، ولا يتكلم على الناس بسوء، ولا يطعن ب غريب. ترى هذا اللي قاعد يحصل، انك انت شلون انت تصلي وانت تقرا القران وانت تذكر الله وانت يعني القران ما اثر فيك ابدا؟ قران قرأت ختمة وختمتين وثلاث، ما مريت على قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، ما مريت على قول الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ما مريت على قول الله وإنك لعلى خلق عظيم يصف نبيه فبما رحمة من الله لنت له. شلون آيات الأخلاق كلها مريت عليها ختمة وختمتين، سمعتها مرة مرتين ما أثرت فيك؟ هني لما تقولي أبو عبد الملك آيات، والله آيات كثيرة ترى تستوقفنا، وكل صفحة. أنا أصلاً أقول حق الناس لا تقرأ بس ختمات برمضان، تبي وقت تقرأ وتختم أنت حر، لكن أيضاً اجعل لك أوقات للتدبر، أوقات لفهم القرآن، لمعاني القرآن. إحنا مشكلتنا أن قاعدين نقرأ قصار السور ما نعرف معانيها، مو كبار السور، مو طوال السور، يعني الصمد ما نعرف معناها. منو محافظ قل هو الله أحد؟ كل أطفال المسلمين، اسأل منو حافظ أو من يعرف معنى الصمد؟ أقل أطفال المسلمين، أقل كبارهم حتى، مو أطفال المسلمين. اليوم قرأت في التلفزيون حتى عن والعاديات ضبحة، منو محافظها؟ لكن منو يعرف معناها؟ فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، فأثرنا به نقعة، فوسطنا به جمعة. مشكلة ما نفهم، وإحنا عرب، شلون لو كنا غير عرب؟ فهم معاني القرآن، تدبر القرآن. أصلاً القرآن ما أنزل إلا للتدبر ثم العمل، هذا اللي كان يفعله ابن عمر وغيره، يقول كنا نأتي 10 آيات نتعلمها ونتعلم العمل بها، وفي رواية 5 آيات فقط يقرؤون يتدارسون يتدبرونها ثم يعملون بها. إحنا نقرأ ونقرأ هذا الشعر إلا من رحم الله، ثم يقول أنا ختمت 3 مرات. ختمت 3 مرات شنو أثر فيك؟ أخلاقك تغيرت، تعاملك مع الناس تغير. يمكن هذا أظن شيء من اللي تقصده يا شيخ عبد الرحمن، ولا
ولا نعم كان شيخنا، يعني لا يخفى على شريف علمك شيخنا، الله يرضى عليك. يعني شيخ الحمد لله شيخ، يعني بالذات يعني على عاتقنا مسؤولية كبيرة، بالذات شيخنا الحمد لله نحن في يعني المملكة العربية السعودية، يعني تحت الخادم الحرمين الشريفين الله يحفظهم الملك سلمان ولي عهده، الله يرضى عليهم جميعا ويحفظهم. شيخ أولوا للقرآن اهتمام كبير، يعني الملك عندنا شيخ نحن نسميه يعني رجل القرآن بارك الله فيه. فشيخنا لا يعذر أحد، الدروس والحلق القرآن والمفسرين والمعلمين القرآن، والحمد لله شيخ عندكم في الكويت كذلك اهتمام بالقرآن من يعني أمير البلاد الله يحفظه والمسؤولين شيخ، وكذلك دول الخليج عموما شيخ. يعني شيخ أنا الحين في مملكة البحرين بفضل الله عز وجل كذلك قوة شيخ في الاهتمام بالقرآن ومسابقات القرآنية وكذلك. فشيخنا لا يعذر، بالذات نحن لا شيخ يعذر احد، بالضبط، ما لا في يعذر احد يعذر. شيخ، صحيح، والحمد لله شيخنا كذلك الآن اليوتيوب شيخ مثلا مثال، يعني الانترنت وغير السوشيال ميديا شيخ مليان، اكتب بس الكلمه يعني شيخ هي ان الله بارك لك في العمل ان الله ييسر. شيخ كتب القران الكريم بدل ما تاخذ شيخ تقرا في قران مصحف ما فيه معاني، خذ مصحف فيه معاني على الاقل انك تعرف شيخ مثل ما قلت. فشيخ هذا يعني شيء كبير كبير، يعني الانسان لابد شيخ يهتم فيه. اسال الله ان يبلغنا وياك الخير يا شيخ. آمين آمين آمين. الله الله يجزاك الخير شيخ عبد الرحمن على هذا الوقت اللي استقطعته من وقتك الثمين، واستضافة قبول الاستضافة عندنا، هذا شرف لنا وشرف لبرنامجنا، وأنتم أهل القرآن. أسأل الله أن الله يرضى يجمعنا وإياكم يعني ما حفظت القرآن تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا الله أشكرك شكر جزيل. إذا مشاري تبي تختم، بس أنا قلت قبل ما تختم أول شيء أشكر شيخ عبد الرحمن وعلى قبوله لهذه الاستضافة. تشرف بك شيخنا الله يرضى عليك شيخنا. يعني الله جزاك الله يحفظك. خير الخروج في يعني السوشيال ميديا بالذات هذه الفتره، ممكن شيخ انت انا اسريت لك بما عندي من عمل وان شاء الله يظهر نعم الناس قريبا. نعم فشيخ يعني ما استطعنا هو نرفض هذا اللي شيخ. بختم فيه، بقول عنده عمل ما شاء الله قرآني، اسال الله عز وجل يجعل في ميزان حسناتك ويرى النور ان قريبا شاء باذن الله الله. سرا ان شيخ شاء الله، مشاري اوضح الموضوع الله يرضى عليك. وإن شاء الله نحظى أيضا الناس تدعي لك، بقناتنا الناس تدعي في لك اليوتيوب، نحظى بهذا العمل إن شاء الله يا رب في شيخ. اليوتيوب إن شاء أتشرف شيخ، الله. أتشرف شرف بكم لنا، كريم. وهذا يبارك، قناتنا تبارك إن شاء الله في هذا نحبك العمل. في الله شيخ الله يرضى عليك. والشيخ أحبك مشرف الله وزادك الله وشيخ وبارك فيك وللكويت وبارك فيك. محبة عظيمة شيخ، أولاد عمي هناك وأحبكم حبا عظيما شيخ، الله ينفع نحبك إن بكم شاء الله، بس ترجع الأمور إن شاء الله السنة الجاية، تزور بإذن الله الجائحة شيخ. بإذن الله، تزورنا في مساجدنا إن شاء الله. عيوننا لك يا شيخ، وأنت إن شاء الله تشرفنا بارك الله عشان فيك، نفرش لكم بارك الله الأرض. فيك، نتشرف نتشرف عندكم. الله الله يحفظك شيخ، يحفظكم الله يطول عمرك. بارك الله فيك، الله يحفظك، جزاك الله خير جزاكم وعلى الله، نفع فيك الله يجزاك خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم، السلام استودعكم ورحمة الله، الله، نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، وبارك الله في الجميع الحضور والمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام. وبركاته. عليكم السلام.